يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية بعدني أقول لك فرحة وخير وآية فيها حب كبير وترنيمة يا من المزامير في آية اهلا بكم احبائي المشاهدين ويوم جديد ومن جديد وحلقه جديده من برنامجنا ايه وترنيمايه. كلام النهارده وايه النهارده مهمه للغايه. كلام النهارده بيقوله بولس الرسول لجماعه روميا في اصحاح واحد بيقول لهم في عدد 18 كده: لان غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس واثمهم الذين يحجزون الحق بالاثم. روميا 1:18. بولس الرسول هنا بيوجه كلام الناس، بيوجه اتجاه عقول الناس، تفكير الناس في كلمة واحدة بيقولها: لأن. هو بيتكلم ده وهو عارف بيقول ايه كويس، او بيقول بيتكلم عن في عدد 16 كان بيقول انه لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، اليهودي ثم اليوناني. 17 يقول في عدد 17: لأن فيه، برضو يقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص، لأن فيه معلن بر الله بالإيمان كما هو مكتوب بالإيمان البر بالإيمان يحيى. وعدد 18 يحط لأن تاني تفسير كمان زيادة: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. أنا عايز نخلي بالنا من حاجة مهمة قوي. الله ما عندوش كلام كده مرن ماشي حاله أو كلام والسلام. ربنا ما بيعملش كده. ربنا عنده كلام واضح ومحدد: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. الناس اللي بتداري على الحق، اللي بتحاول تقول في وقت من الأوقات كلام مش اللي قاله الكتاب، انه الواحد ينفع يخلص باعماله، انه ينفع يعمل الذبايح تاني وينفع يعمل الكلام القديم تاني، يمكن يكون في خلاص. الله النهارده بيقول مفيش امور لا ترضي الله تنفع ترضيه، خلاص. هو الامور اللي قال عنها انها لا ترضيه فجور الناس واثمهم، هو ده ما ينفعش يقبله ربنا تاني، وما ينفعش يطيق الإثم والاعتكاف. ما ينفعش النهاردة يقبل كلام الله أو الحياة لله والحياة لآخر أيا كان الآخر ده، حتى لو كانت القصة مجرد تطبيق شوية الحاجات بتاعة زمان اللي قبل المسيح اللي ما كانتش الحق كله. الحق النهاردة لينا في المسيح. وأنا بقول ببساطة شديدة جدا وأتمنى إن احنا ناخد الكلام ده مأخذ الجد. الله مش هيرضى في يوم من الأيام إن احنا نستبدل ذبيحة المسيح وعمله وعظمة ما صنع لأجلنا بشوية كلام عايز أقوله كلام مش هو اللي عايزه. خلينا أسميها كده عشان محدش يزعل. لا 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 في أمور من الحاجات القديمة تنفع نستبدل المسيح أو ذبيحة المسيح فيها، ومفيش إمكانية عند الإنسان إن هو يعيش برا اللي قاله ربنا. اتشجع النهاردة وقول للرب: أنا هعيش ليك بكل إخلاص، لأنه جاي يوم من الأيام وده قريب جدا هياخد فيها الله حقه من الناس اللي حجزوا الحق بالإثم وقالوا للناس كلام تاني وضيعوا ذبيحة المسيح وعظمة عمل المسيح. أرجوك تنبه، لأن أمور الله ما فيهاش لعب. تعال نسمع الترنيمة. الأبدية أمر مرعب مفهوش احتمالات لأي حاجة تتعوض تاني. ده آخر
حاجة عند الإنسان، الفرصة بتاعته هنا، لكن بعد كده وهو في يوم الأبدية ما عندوش فرصة، والفرصة دي تفضل أبدية. وزي ما كنا بنسمع من شوية، الموضوع ليه علاقة كبيرة جدا بخدمة ربنا الصح، كلام الحق مش كلام الإثم، مش الناس اللي بيوهموا الناس بكلام بتاعهم في تفكيرهم. أنا أشجعك النهاردة تكون بتخدم ربنا بكلام حق، مش بأي كلام تاني. تنيمة دي بتقول كده: هعيش ليك أخدمك بالحق. قد وقفت في أبواب وقت عابر ونظرت لألوف المؤمنين ذاهبين في ابتهاج وسرور ليكونوا مع جيوش الغالبين في تعبد طويل وحبور. حان يوم أبدية السنين وسمعت من سماء رب العادل شبه لحن من صفوف الهاتفين، صوت الأبدية، يوم الأبدية، طول الأبدية أين تقضيها؟ في سكون وهدوء قد سمعت وقع أصوات لأقدام السنين، وافتكرت في مصير الآثمين حين يظهروا مسيحنا الأمين. عند ذلك ارتجفت وسألت: كم تساوي لحظة من الزمان؟ فهدوء الأبدية تلاشى بأنين وبكاء الهالكين، صوت الأبدية، يوم الأبدية، طول الأبدية أين تقضيها؟ هيا نعمل سريعا أخي أختي، فقريبا يأتي فادينا الحبيب لاختطاف شعبه إلى السماء ولحرق التبن في نار اللهيب. فدعونا في ثبات ونشاط ننذر الشرير من يوم عصيب، فالقلائل سيخلص وياتوا وهلاك لألوف عن قريب. صوت الأبدية، يوم الأبدية، طول الأبدية أين تقضيها؟ جاوب على السؤال ده لنفسك، ربنا يديك يوم طيب وجميل. يسعد صباحك وصباحنا بنسمة تنعش أرواحنا، ربك يحب يفرحنا بالبركة الأيام جاية. سمعت في الآية إنجيل فرحان معاك.